لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد يسأل عن فضل العشر الأخير من رمضان. نقرأ قول الله تعالى في برنامجنا فتاوى رمضانية: والفجر وليال عشر. قال المفسرون: يحتمل أنه العشر الأخير من رمضان، ويحتمل أنه العشر الأول من ذي الحجة، ولا مانع أن يكون للإثنين معا. أما من السنة النبوية فكما روت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر، كناية عن يعني الاستعداد والقوة والنشاط للصلاة ولغيرها، وأيقظ أهله واجتهد في العبادة فيما لا يجتهد في غيره. طبعا العشر الأخير من رمضان فيه الاعتكاف، فيه ليلة القدر، فيه أيضا إخراج صدقة الفطر، فيه الدعاء، ونسأل الله أن يختم لنا بخير، خاصة أن العشر الأخير غالبا كعادة طيبة فيه ختم القرآن الكريم. والله ولي التوفيق.